50 دقيقة هي فترة الراحة، استمتعوا بها وبعدها يبدأ مشواركم. أرهقنا يا كورابيكا، أنا متعب. نعم، ها؟ سنأخذ قسطا من الراحة حتى نستعيد نشاطنا يا يوريو. كان الاختبار الماضي قاسيا وبذلنا أقصى جهودنا للفوز. كلنا بذلنا جهدا وشجاعة ما عدا تومبا. أنا سأنام. سأقوم باللعب. راقبوا. هذا هو الطريق يا أصدقاء. مستعدون؟ أجل. أخيراً وصلنا، لقد اجتزنا اختبار البرج بنجاح. نعم يا إيموري، لذلك علينا ألا نخفق في هذه المرحلة. وصولكم إلى هنا بهذه السرعة جيد أيها الإخوة يا موري. نحن لسنا يا موري، نحن الإخوة آموري. انظروا، وصلوا كلهم قبلنا. المهم أننا وصلنا في موعدنا. لقد احتجت إلى 32 ساعة للوصول إلى هنا يا أصحاب. أحقاً ما تقول؟ أنت أول الواصلين إذن. لقد ظننت ذلك، لكن كان هناك من سبقني. هيسوكا؟ إنه فتى واعد وقوي. لقد بالغت في وصفه، فهذا رأيك. هيا 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 بسرعة يا شباب. أنت أحمق يا جون، قل لي لماذا اخترت هذا الطريق؟ إننا في عجلة من أمرنا يا يوريو. ماذا؟ لنا حتى نصل إلى المخرج. هل يعلم أحدكم إلى أين وصلنا يا أصدقاء؟ لا تسألوني، لا أعلم كم قطعنا حتى الآن. أصحيح أنك لا تعلم؟ أرجو أن نكون في الطريق الصحيح نحو الأسفل، ربما نعود ونصعد إلى الأعلى، أو ربما نتجه إلى حيث بدأنا. ماذا؟ بقي من الوقت ساعة واحدة. ماذا؟ هيا لنسرع هيا. يا شباب، هل نفتح هذا الباب أم لا؟ نعم، يجب أن نفتحه. سأضغط الزر. أنت مخادع يا تومبا. لقد مللت من ألاعيبك المزعجة يا تومبا، لماذا فعلت ذلك؟ انتظر لحظة، لم أفعل أي شيء. أيها الجبان، أنت الذي ضغط زر التقاطع. ليس صحيحا. أنا آسف يوريو، أنا الذي ضغطت زر التقاطع خطأ. هيا اذهب. اعتذر إلي. ها؟ لا أرضى بغير ذلك يا يوريو، لأنك كنت على خطأ. تتكلم معي وكأنني أنا الوحيد الذي على خطأ، أليس كذلك يا تومبا؟ من الذي أخرنا عن الخروج مدة 50 ساعة في المرة الماضية؟ أليس أنت؟ أليس أنت من وقع في الغلطة الكبرى التي لا تعذر عليها؟ أليس أنت؟ هيا تكلم، هيا دافع عن نفسك. يكفي. ماذا قلت؟ يوريو، لا تغضب، لم أقل إلا الحقيقة، أليس كذلك؟ بلى كذلك، لكنني لن أصبر عليك. هذا يكفي يا شباب، علينا أن نفكر الآن جميعا كيف نحرز تقدما. جون، جون، أنت على حق. اسمعوا، يبدو أننا نقترب من المخرج الآن يا أصدقاء.
إذن دعني أجعل منهم أضحوكة مدة ساعة أخرى. أصغوا أيها المشاركون، هذا آخر مفترق طرق، عليكم أن تقرروا بالتصويت. سيكون آخر تصويت، لذلك يطلب إليكم أن تختاروا الباب المطلوب. إما سيكون طريقكم طويلاً وهذا يعني أنكم ستسلكونه بصعوبة، وإما أن يكون قصيراً وهذا يعني أن ثلاثة منكم سيسلكونه فقط. إن اخترتم الطريق الطويل فاضغطوا على الدائرة، وإن اخترتم الطريق الأقصر فاضغطوا على التقاطع. بالضغط على التقاطع سيفتح الباب ويكون هناك شخصان منكم مكبلين إلى قيود مثبتة بالجدار، فأرجو منكم أن تنتبهوا إلى هذه النقطة. وعليكم أن تعلموا أيضاً أن الشخصين المربوطين لن يتحركا حتى نهاية الوقت المحدد. أذكركم أن الطريق بضغط زر الدائرة يستغرق على الأقل 45 دقيقة لعبوره. ماذا؟ أما زر التقاطع فيوصلكم إلى هدفكم المطلوب خلال نحو 3 دقائق تقريباً. والآن اختاروا إما زر التقاطع وإما الدائرة. والآن عليكم أن تختاروا ذلك بالتصويت. سيختلفون معاً من أجل الوصول إلى هنا، ذلك شيء عادي، لكن إن اختاروا زر الدائرة فالمخرج سيكون سهلاً. والآن ترى هل قررتم ما الذي ستفعلونه؟ أخبرونا. ستعلمون. يوريو ما الأمر؟ سأخبركم بلا مقدمات، سأضغط زر التقاطع، فليس لدي نية في أن أبقى في هذا المكان. أنا لا يهمني أن أكون صاحب مبادئ، سأكون واحدا من بين الثلاثة. انظروا، أظن أن الممتحنين قد فكروا جيدا وقد أعدوا لنا جميع أنواع الأسلحة، ولذلك هم يفترضون أننا سنختلف فيما بيننا لنكون من بين الثلاثة. سأضغط على زر الدائرة. ها؟ بعد كل هذا العناء يجب علينا أن نجتاز الاختبار بنجاح. ماذا؟ لعل هذه فرصتنا الأخيرة ويجب علينا أن نحظى بها. ولكن يا جون، لدينا من الوقت أقل من ساعة وليس لنا خيار إلا الطريق القصير، ولكن المشكلة من الثلاثة الذين سنختارهم؟ فأنا لن أكون منهم حتما يا جون، وإن لم ينسحب أحد فسوف نختلف يا جون. لكن يا كيلوا، انتظروا. ها؟ ربما تكون هناك خدعة لنا، طريق سهل وقصير، هذا يثير الشك في أنهم يكيدون لنا، أليس كذلك؟ يوريو قل لي، ما رأيك في كلامي هذا؟ كلامك يكشف نياتك. ماذا؟ من السهل معرفة نياتك، لكن إن اخترنا زر التقاطع فسيبقى شخصان وستكون أنت أحدهما، وهذا ليس لمصلحتك يا تومبا، لقد كشفت أمرك. ها؟ لماذا أنت صامت يا تومبا؟ إذن أنت ستكون الشخص الآخر يا يوريو. ليست لدي رغبة في المتابعة إن اختلفنا، ولكن يا ترى من سيبقى معي؟ هذا هو السؤال يا شباب، أهو جون أم كورابيكا أم كيلوا؟ أذكرك أن جون وكورابيكا كان صديقيك قبل بداية هذا الامتحان، لن يبقى إلا كيلوا، وهذا لن يجدي نفعا، فأنت تعلم أنه من أسرة زولتي. يبدو أنك لن تتعلم، هل أجعل فمك مغلقا طوال عمرك؟ لا تفعل. جون، لماذا تدافع عن هذا المخادع؟ أدافع عنه لأن من مصلحتنا الآن أن نحافظ على كل واحد منا يا يوريو. يجب علينا أن نستغل الوقت. جون، ما الخيارات التي نملكها؟ هذا ما يجب أن نفكر فيه الآن جميعا. وماذا لديك أنت يا كورابيكا؟ كما يقول جون، أختار الدائرة، أما الآخرون فلهم شأنهم. فهمت، إذن أنا وكيلوا سنضطر إلى اختيار زر التقاطع، وجون وكورابيكا سيختاران زر الدائرة. هناك 2 ضد 3. هاي، انتظر لحظة. ها؟ نعم، لقد غيرت رأيي يا جون، سأختار زر التقاطع، الطريق القصير. وصلت. أحمق، كان عليه أن يجتهد وأن يحاول مرة أخرى، فهذا أفضل من أن يجتاز الامتحان وينتهي. أنت
ماذا تفعل وما الذي تدبره؟ في البداية كنت ستختار زر الدائرة، ما المكيدة التي تحيكها؟ لا أحيك أي شيء، إنها محض حسابات يا يوريو. ماذا؟ إذا نظرنا إلى الوقت الباقي فليس في استطاعتنا اختيار زر الدائرة، وإن اخترنا زر التقاطع فسأكون بلا شك أحد الباقين هنا، وعلى كل الأحوال ستكون هذه المرحلة هي نهاية المؤكدة، ولذلك سأتوقف هنا لأنتظر السنة القادمة لأحطم معنويات المشاركين الجدد. مستحيل. جون، ماذا سنفعل؟ أقل من 45 دقيقة، اختاروا التقاطع. مستحيل. أتحتج ونحن في هذا الوضع؟ لابد من العثور على وسيلة جيدة وبسرعة. جون، قل لي، هل من خيار آخر لنا؟ ليس أمامنا سوى ما قلته. لا، لابد لنا من حل، لا أريد أن نتشاجر فيما بيننا. وهل نسيت يا جون سؤال الخيارين الذي طرح علينا في البلدة، والآن أتت ساعة الاختيار؟ خطأ، المسألة ليست مسألة حياة أو موت، إن فكرنا جيداً فلابد من العثور على طريقة. هذا يا جون، ألا أنتما الاثنان، ماذا تفعلان؟ ماذا علينا أن نفعل الآن؟ هذا ما أفكر فيه الآن. إذن هيا فكر بسرعة يا جون، فكر وأعطني النتيجة. أمهلني لحظة واحدة يا يوريو. هيا كفا عن هذا الآن، فالوقت يمر وأنتما تتشاجران طوال الوقت، كما أن هذا القرار سيتخذ بحسب التصويت، وعلينا أن نحترم هذا. ماذا قلت؟ وأنا أيضا سأحترم هذا التصويت، وإن اضطررنا للقتال سأقاتل. سمعتم؟ ولكنني مع هذا أرى ألا نتشاجر فيما بيننا يا أصدقاء. أجل، وما تفعلونه الآن سيضر بنا جميعا، وأنا لذلك لن أسمح لكم أبداً بهذا الأمر. ماذا تريد أن تقول؟ قرأت أفكاره، وذلك من خلال تصرفاته الخسيسة والمخادعة. كيلو، ما معنى هذا؟ هيا فك القيود جيداً. أيها المخادع، تظاهرت بأنك حللت القيد كي تجعلنا نتشاجر، عندها ستجعل أحد الجرحى ضحيتك كي تجتاز الامتحان، من الأفضل ألا تفكر في هذا. سأفعل ذلك الآن. هيا اقترب مني وقاتلني. أنت بارع لكنك لن تنجح أبدا. لم آتي إلى هنا من أجل لا شيء. اقضي عليه ليقضي بعضكم على بعض، اكشفوا عن حقيقتكم واختصموا بشدة. هيا توقف عن ذلك وكف عن الشجار، فليس لدينا وقت لهذا الآن. المعذرة يا كيلوة، لم أعد أحتمل أكثر، علي أن أبقي هذا الغشاش هنا. توقف عن ذلك يا تومبا. مستحيل، لن أتوقف أبدا بعد أن تكبدت كل هذه المخاطر. سوف أمتع ناظري برؤيتكم، وأنتم تتعذبون أكثر وأكثر في المراحل القادمة. سأجتاز الامتحان معكم بأي وسيلة. هذا مناسب لي. جون، ابتعد يا جون، وإلا عددتك منتهيا. الجميع يأمل في النجاح يا تومبا، فلماذا لا نكون معا يدا واحدة لكي ننجح؟ اصمت، كل ما ينقصني هو النصيحة من ولد صغير. سوف نجد حلاً يضمن نجاحنا نحن الخمسة. لا تحاول أن تخدعني، ابتعد. إن كنت تريد اجتياز الامتحان فثق بي يا تومبا، أؤكد لك بأننا سنكون على ما يرام. واثق من ذلك؟ هذا فهم.
إن تعاوننا فسوف ننجح. هذا مخالف للقوانين، دعنا نوقفهم الآن. سيد ريبو، علينا أن نوقفهم بسرعة. لا، هذا رائع، إنهم أبطال. لم أظن أبدا أن هذا الحل ممكن. لم ننجح بعد، ليس لدينا وقت إضافي. بقي أقل من 3 دقائق. قال إن الطريق القصير لن يستغرق إلا 3 دقائق لبلوغ الهدف. ماذا؟ إذن لن نصل في الزمن المحدد. هاي جون، لقد قلت إننا سننجح ولذلك ضغطت على زر الدائرة. هيا، إن أسرعنا فسننجح. هيا، لا تشركوني في جولة خاسرة، مفهوم؟ لن أستطيع فعل ذلك. لماذا حدث هذا بعد كل ما تكبدته؟ لماذا؟ لم يبقى سوى دقيقة واحدة. ها قد وصل. لقد أتيت بفكرة رائعة يا جون. لأن الطريق منحدر يا كيلوا، وبهذه الطريقة سوف ننجح حتما. من الصعب أن نحافظ على توازننا. يساراً. كيف سنعرف الطريق في هذه الظلمة؟ في غابة بلدتي كان الليل أشد ظلمة. بقي من الوقت أقل من 30 ثانية يا أصدقاء. حسناً، انطلقوا. قد عبروا الممر الطويل وكسروا الجدار في الزمن المحدد، ثم انتقلوا إلى الممر القصير، وبهذا يكونون قد تمكنوا من النجاة. ولكن يا سيد ريبو، هل يمكنهم فعل ذلك؟ نعم يمكنهم، فقد حطموا الجدار. لم يكن الجدار الذي حطمه الصبي عاديا. ماذا؟ نعم، فلقد حطم ذلك الصبي جدار اليأس. كان رائعا حقا. كان الوضع خطيراً، فقد تعرقت يداي. نعم، لقد كانت مغامرة ناجحة. إنها فكرتك يا صديقي العزيز. أتتني الفكرة عندما رأيت السيد تومبا يحطم الأرض، فقلت لنفسي لماذا لا نفعل نحن جميعاً هذا بالجدار؟ كون، لقد احترقت المزالج بسبب أفكارك. ها؟ لم تعد صالحة. سأصلحها. إنك صاحب أفكار سديدة جداً يا كون. مستعد دائماً لكل طارئ يحدث، إنه فتى ذكي. اسمعني، إياك أن تقترح ثانية. دعوني أهنئكم على نجاتكم من برج المكائد. أدعى ريبو، أنا مسؤول الامتحان وصياد لمجرمي اللائحة السوداء. اسمعوا، أريد منكم الآن أن تركبوا هذا. سيأخذوننا إلى موقع الامتحان التالي، أليس كذلك؟ هذا رائع، سنصعد إذن إلى المنطاد. ماذا تقول؟ شيء رائع. وداعا وداعا سيد ريبو، إلى اللقاء.
من المبكر أن نقول وداعا الآن. ركبنا جميعا في المنطاد، لكننا لم نكن نعلم إلى أين سنتجه وماذا سيكون في انتظارنا. ربما تكون هناك مغامرة جديدة شائقة. على كل هناك أحداث جديدة بالطبع.